دراسية. لك عندي أوتوكار وعندي كتب وعندي مجلات وبنروح كل الرحلات والرياضة وصفوف. عندي مدرستي أنا من الجاردان دونفون لأول سنة طب. ما كان حدا يطب بهالمدرسة لحد شا ها الله رزقنا بالزبون الحمد لله. ابو شو البركة؟ ابو فتوح. ابو فتوش. فتوش. فتوح ولا فتوح؟ لا 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 ليه؟ ابو فتوش. هيدا طبيعي هيدا. طبيعي. انت بلا طبيعي. لك عم تحلق عيونك. انت بلا طبيعي. ايه عم تشوف هيدا. بعشوم وحشو فيكم. طلع بدي شكلك. ليه؟ جاي يسجلوا عندك. نعم. قالوا لي انك كنت كومي متعلم وقصتك منيحه. ايه. بدي سجل هالصف. ايه. هاني انت وصلت لدار الامان، بس اي صف بدك تحطه؟ ابني واصل البريفان. ايه. هيدا هلا السطل. ان شاء الله نجح فيها. ايه سطل 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 نجح فيها لدار. طيب. صعد بالبريفان، واي صف بدك تحطه يعني؟ محل ما بدك. حاضر. يا ابني طول بالك يا حبيبي طول بالك. ليك يا حبيبي بده اوتوكار موجود. بدك فيني وصله على العصفوريه على البيت تاعه؟ اسمعك من 10,000 ل 25,000 كارت بلانش. من 10,000 ل 25,000 كارت بلانش. لبناني يا ابني طول بالك. 25 لبناني مع حفلات ومع رحلات ومع كتب ومع دراسه. اوتوكار وقت رحلات 25 من 1000 كثير لبناني. ليك ابصر اوليان. طيب بس ليك يا حبيبي قبل ما تروح، انا هاني التلاميذ الجداد اللي بيجوا بدهم يعني يخضعوا الى فحص امتحان. لا ما عم نسمع. لا ما عم نسمع. ما عم نسمع. بنفحصنا. ابني زكي هلا بتفحصوا وبتشوفوا وبتجربوا. حاضر. ابني زكي وبتفحص. طيب طالع على ابوي يعني. ليك مش بسبعد. طيب روح الله. وين رايح الله؟ وين عند الحلاق؟ قص شعرها في وجهي. ابني ساعة برجع. روح الله معي. انا عامل الرقم وحيد امه. الله خلي بابا هلا برجع. تعال هان انت اللي بتركني معه بخوف. ليه مش شو خايف؟ تعال يا حبيبي. تعال بابا تعال هان. ليه تعال هان؟ ها حبيبي تعبان. لا تعبان. ليش شايفني جعانة؟ لا صح. تعال يا حبيبي انت ولا يا حبيبي. لا لا غششك شوي. لا غششك شوي. عود 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 عليك. عود عليك. انا ما عندي عيني تصطلع علي. شو رح تبكي؟ بس قول انجلي. لمين طالع؟ حرام هلا بتحط لهم صارين. ليك يا ابن ابوك وصاك وصاني فيك وانا هون ما في غيرك بهالمدرسه وهلا بدي احطك باحلى صف. ايه بس بدي اعمل لك فحص. عرفت من بعيد ولا بدي ادي يعني تقدروش يعني شو حافظ شو بتعرف تقرا شو بتعرف كذا هيك. فتحل انا. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. ريح اعصابي. فتحل انا. ريح اعصابي. قول لي مبنى. طيب يلا. اول شيء نبتدا بالقراءة العربية. كيفك بالقراءة؟ ولهلا ما وقت اللهية. افتح الصفحة السادسة والستون. ما عارف اني خزعتها من الكتاب وجبتها. يلا يا حبيبي. بدي احط لك علامات كمان. بلش بالقراءة لشوف. يلا ليش اشبه وين راح؟ بعدك هاك؟ لا احكي قول. ما حكيت؟ لا اسمع. طش طش. في في
في فصل الربيع. علي صوتك واشرحه. في فصل الربيع ذهبت في الشحتورة إلى جزيرة قبرص. ها؟ وفيما نحن في وسط البحر أجل جمنا سمك الكرش. سمكة الكرش إيش؟ الكرش. وليه القرش؟ الكرش عما. وليه بالقاف؟ بالقاف. والقاف بالقرش ما حلين تغير القواعد العربية اليوم. القرش. الكرش. كرش. الكرش ما الكرش. كيف الفصاح؟ خلطة. قول. نظرت. أنا نظرت تحت الحيطة. نظرت إليها وقلت روحي ولي أحسن مول لأمي. وقلنا لسمكة القرش. إيه. روحي أحسن مول. وين صرا؟ قلت لأمي. لم تفهم. أبدا. فقفزت إلى البحر. وكمشتها. وعندما أخذتها إلى المطبخ. طبختها. بالسمن البلدي 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 البلدي. خلصنا 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 50 على 50. قراءة 2 تحت الصفر. يا شو كندا انا؟ فنك حافظ ولا بتحب عبد الحليم حافظ؟ كيفك بالحسين؟ ليه؟ فتوش؟ طشطوش حوضر. يا عود كيفك بالحساب؟ منيح. لو افترضنا ابوك على بكرة الصبح عطى امك 10,000 ليرة واجا عشية لقاها صار في منهم 9,000 ليرة شو بيصير معها؟ بتطلقها. إذا صدت 9,000 إن شاء الله. منك حافظ. حافظ. وينك؟ 10 زائد 10. ليه؟ 10 زائد 10. 10. يعني 10 و10. كلا. 10 و10 حساب. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. و10. 11 12 13 15. هلا الصباط هلا ربك له يا خلصني بقى وصلت نار. 16 17 18 19 20. فكر لي انا والله مظبوط بالحساب. 20 على 20 برابع ليل صح كله. جهز جهز. كيفك بالجغرافيا؟ طانيوس. اسمك عبد الله؟ طانيوس. اثنين. اثنين. كيفك بالجغرافيا؟ كثير منيح. سؤال، بتعرف البحور اللي بالدنيا انت، ليه سموا بحر الميت ميت؟ شو دخلنا فيها؟ لا. ليش سموا بحر الاسود اسود؟ لانه حادث على بحر الميت. منك حافظ. انت المحافظ. منك حافظ. طيب اين يقع البحر الاحمر؟ لا طلعت من وين؟ ليه طلعت من وين؟ لماذا طيب تاريخ؟ رح اسألك تاريخ كل المواد الله وين بدك تروح كل المواد كل المجايب اخرتك اليوم يا عيني انت اوكي لوين رايح؟ يا ردي علي شو؟ نايم؟ لا ما لسه بدك حضره حضره حضره. وين وصلنا هلا يا عبد الله؟
بالتاريخ تقدر تقول لي لماذا نابليون لم يقدر يفتح عكاز؟ من هو؟ نابليون ليه ما قدر يفتح عكاز؟ ما كان معه مليون. شو دخل مليون؟ شوف افتح بالظلط وقت تكون لابس مليون. هذا مع الحق يا مصطفى. طيب بتقدر تقول لي شو اسمه الفرعون يلي عمر الاهرامات مصر؟ اهرامات مصر عمرها فرعون، بس هالفرعون شو اسمه؟ مين فرعون؟ اللي عمر اهرامات مصر شو اسمه؟ فريد الاطرش. ما فهمت. فريد الاطرش. قواعد عربة. شيل المصاصة. جعل. ليكو. قواعد عربة. جعل. قواعد عربة. ما عندك شيء طعمية. سيتي بالخيزراني. ما في شيء ديكو. في. في في. شو؟ هلا لنخلي الطعمية. طيب. قل لي هلا قواعد العربة جملة كاملة، جملة كاملة. إذا عرفت بالطعمية. إيه. ترمز. لا ترمز. طيب قول. جملة كاملة. وقع الفيل بالفنجان. فيل وقع بالفنجان. ما عجبت تعطيني غيره. غيره؟ أكلت 50 خروفا. أنت يا قصب مص طول عمر أبوك يشتري بالجرام اللحمة. أكلت 50 خروف لوحدي. امبارح كنتوا عاملين عزيمة بالبيت قالوا أكلوا لحم الجيران. بدعوا يطقوا يا جماعة. لحمة. هلا بدي حفظك استظهار. مشيت أنت تقولوا وراي استظهار. بدك تعملني شيء؟ أهلا بالدكتور. أهلا بالدكتور فاروق الجمال. يا هلا. خليك خليك. استظهار عمينة للاستظهار بالاول. نور بدي اكل. يا سيد راجي شو عامل عشاء؟ بدي اكل. انتظرني تحت. ما جبت لي شيء. ما اشتريت لي شيء. هلا بشتري لك مطعمي. ما حاحكي لها مطعمي. لقوم لها. ما معك بونه، ما معك اسفرجله، ما معك شنصك كثير منيح. بس ثاني مرة بتقول لي إذا بتريد يا أستاذ. إذا بتريد. إي أستاذ الله يخليك. أيوه. شوف شو بدي يا حبيبي. سندويش زعتر. زعتر أحلى. شو؟ كشك. كشك. وينه؟ أكلته؟ يا. شو؟ غمض عينك. غمض اثنين. فتح عيوني. كيف؟ كيف؟ طيبة؟ طعميني ولا طعميني؟ طعميني شو؟ ولا كبشة؟ ولا طيبة حامول. لمنادى لمنادى. قوم لأقول لك الاستظهار. تعطيني فاضي الاستظهار بعد. لدعوة فان يا فجعان وقف. لغني لك اياها بتكون انت بتكون اكل قوي. كان عندي ديك 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 اسمه مرسي اللي بارشيش يقول لي مرسي. كان عندي ديك 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 اسمه مرسي اديله بخشيش شيش شيش يقول لي مرسي. فقدر على بالي اذبح مرسي فذبحته ونتفته وقليته بالسم البلدي. يا ولدي كان عندي ديك بطلت التدريس، فلست المدرسة، سلام عليكم كلكم.